مصالح الدرك الوطني للدار البيضاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين، مهربين كميات كبيرة من الهواتف النقالة والكاميرات، كاميرات المراقبة بدون ترخيص، وألعاب بلاي ستيشن. المعلومات اللي عندي أنه فرقة الدرك الوطني للدار البيضاء بعد معلومات وصلتهم استخباراتية طبعا، وجدوا في مخازن يعني دي ديبو موجودين في الدار البيضاء كميات رهيبة من هذه التجهيزات أو هذه الأجهزة. معلومات اللي وصلتني أنه فيه حوالي 29 ألف تليفون نقال، 29 ألف تليفون بورتابل، كانوا باعوا منهم 4000 تباعوا للمنا، وتم ضبط في المخازن 25 ألف تليفون نقال، 25 ألف تليفون بورتابل، زائد كمية كبيرة جدا من الكاميرات، كاميرات المراقبة بدون رخصة، لأنهم لازم لهم رخصة من وزارة الدفاع ومصالح أمنية، هما جايبينهم بطريقة تهريب، زائد كمية كبيرة من ألعاب بلاي ستيشن اللي طبعا أثمانها غالية. هذه الكمية تم يعني تفكيكها وإلقاء القبض على مجموعتها والعثور على هذه الكمية في مخازن الدار البيضاء بالعاصمة، الجزائر العاصمة الدار البيضاء. لكن هذا السلعة جات من ميناء مستغانم، دخلت من ميناء مستغانم في دي كونتينر موزعة طبعا، ومن مستغانم جات عن طريق البر في شاحنات وفي سيارات مسافة 400 كيلومتر ولا تقريبا مستغانم إلى الدار البيضاء عادي جدا. كي وصلت الدار البيضاء باعوا، وش باعوا منها 4000 تليفون زائد بعض التجهيزات الأخرى، وتم توقيف أو تم حجز الكمية المتبقية. تحريات والمعلومات اللي وصلتني أنه ضابط في الجمارك كان يشتغل في وقت سابق في مناطق تبسب وشبكة، هو الذي يقف وراء هذه العصابة وهذه العملية، والمستوردين هم تجار من سوق هراس كانوا يشتغلوا مع هذا الضابط تاع الجمارك في بوشبكة في تبسة، ولما راح المستغانم قال لهم روحوا تخدموا معايا في مستغانم، وجاوا المستغانم وبداوا يخدموا معاه التهريب، وجابوا هالكميات اللي هي عينة وجزء قليل من كميات كثيرة تم تهريبها في وقت سابق. يعني هذو موالفين يخدموا، وفقط هذه المرة اللي طاحوا في يد مصالح الأمن وتم تفكيك العصابة. المجموعة هذه فيها مجموعة من المسؤولين، قلت لكم فيها ضباط تاع الجمارك، فيها مهربين من سوق هراس، فيها جماعة من الدار البيضاء، فيها يعني المهم شبكة إجرامية أجرمت في حق الاقتصاد الوطني. هذه الشبكة سيتم تقديم عناصرها يوم الثلاثاء، يعني بعد غدوة الاثنين بعد الثلاثاء سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، وننتظر نتائج التحقيق عند قاضي التحقيق. إذن هذه جريمة في حق الاقتصاد الوطني الذي كنا وما زلنا نحارب هذه الجرائم وهذه الممارسات الحقيرة التي تحطم الاقتصاد الوطني وتجعل من توافه بارونات ورجال أعمال مبنيين على الفراغ ومبنيين على الخدع ومبنيين على الإجرام للأسف الشديد.